بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور عبد الكريم الشاذلي، كنت سابقا من الشيوخ السلفية الجهادية والآن منسق وطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية والرئيس الفعلي للجمعية المغربية للإصلاح والإدماج. إذن اليوم لقاء بدار الشباب بعين حرودة، بجامعة عين حرودة، في إطار اليوم اللقاء ديالكم؟ وهذا اللقاء جاء في إطار التواصل مع سكان عين حرودة لإظهار حقيقة الخطاب السياسي في المغرب الآن وتداعياته والمرامي الآن، وقياس مدى جدية الخطاب السياسي الآن في المغرب، الذي أعتبره أنا بشكل شخصي بأنه خطاب متداعي وأن خطابه خطاب متجاوز. الأشخاص الساهرين الآن على هذا العمل السياسي في المغرب هم الآن تقريبا قد نقول بأنه أفراد مستهلكون الآن، فلذلك نحن ندعو الآن لتجديد الخطاب السياسي في المغرب بما يتوافق مع هوية البلاد الإسلامية وتطلعات المغاربة الدينية والدنيوية. ما هي مقومات الخطاب السياسي لدى حكومة بن كيران؟ حكومة بن كيران حينما جاءت كان لها وعود، وعدت السكان بتحقيق الكرامة، بتحقيق العدالة الاجتماعية، لكن في الحقيقة الوعود كلها انقلبت رأسا على عقب، فأصبحنا لا نرى إلا البطالة، إلا الجلد والضرب أمام مجلس النواب، إلا الفقر المدقع، بما يتعارض مع مستلزمات الحزب الإسلامية وأرضية الحزب الإسلامية التي ينبغي أن تقوم على الوفاء بكل ما عهدت به الحكومة إلى هذا الشعب، وأولها أن يعيش المواطن الآن عيشة كريمة حرة نزيهة في إطار حقوق الإنسان والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية. نحن على بعد أشهر جد قليلة على الانتخابات البرلمانية، كيف ترون الصراعات السياسية بعموم عمالة المحمدية من خلال جماعتها الست؟ ما يسألنا عن المحمدية هو شيء سيء، أنا لا أعيش الآن في المحمدية، أنا ابن الدار البيضاء، لكن ما يسألنا عنها بأنها في حقيقة هناك لوبيات حسب ما يقال. نعم. أنا لا أعرف ما يوجد، لكن يقال بأن هناك لوبيات، وهذه اللوبيات بدعمها المالي تستطيع أن تحقق بعض التوازنات لديها بما يؤهلها للوصول إلى مقر البرلمان، لكن في غياب المصلحة الحقيقة للمواطن داخل محمد.